إخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم. غنهضروا فقط على الناس اللي ماتت ليهم طرحي تاع دراغو فورماسيون، سوا قريتي كورسو سوا ما قريتيش كورسو. يعني ماتتك طرحي تاع دراغو فورماسيون وكتقول انا راه ما عنديش فرصة في التعديل ديال الريغو سوسيو فورماتيفو، فين خصها تكون عندي فرصة وخصني يعني شنو خصني ندير، شنو هو الحاجة اللي ما خصنيش ندير؟ اول حاجة اسمعني مزيان، افتح ودك معايا. اخوان الجدادي مرحبا بكم، والاخوان القدام ما تنساوش، اللي هو جدادي ولا القدام ما تنساوش لايك، حيت ضروري يخلي الفيديو باش يطلع باش يشوفوا الاخوان الجداد. هذا طلب ليس امر. الموضوع اللي غنطرق له اليوم موضوع اللي هو مهم، الموضوع اللي كيستناوه بزاف ديال الاخوان المهاجرين. ما هو الريغو سوسيو فورماتيفو؟ ما غاديش يعطي فرصه للناس ديال الريغو فورماسيون اللي مات ليهم ترخيطه او اللي ديجا دفعوا وقراو داروا كل شيء وما قدروش يديروا موديفيكاسيون. هادشي كاين في الجريده مكتوب في ديك الورق اللي صيفطو كاع ديال يعني ديال المحامين وديال الخيستوريس، ماشي ديال اسيسوري. اسيسوري ما عندها حتى علاقه، اسيسوري استرانجيري ما كتصيفط ليها والو، اسيسوري هي كتسعى من هاد المحامي ولا الخيستور باش كيعطيها ديك الدوسي صافي. يعني كنهضر على اسيسوريه اللي عندها كورس 50 اورو باش تدخل دير اسيسوريه. كما قلت لكم القضيه ما فيها الناس ريغو فورماسيون عندهم فرصه يدخلوا في الريغو سوسيال، الريغو سوسيو لابورال، الريغو سوسيو. كيفاش غادي يديروا؟ اسمعني مزيان، دابا انت درتي الريغو سوسيال الريغو فورماسيون حيت بغيتي تشد الوراق تمشي للبلاد ودير بيرمي ديالك، وفي نفس الوقت تبدل لهم بري كونتراتو، وصعيب صعيب الامر خصك تجيب نفس الفاميليا اللي عندك فيه الكورس. دابا جبت لك بان الريغو سوسيو او لا الريغو سوسيال ما كيطلبلكش نفس الميدان، ولا كيطلبلك شي ميدان معين. الريغو سوسيو سوسيو ماشي سوسيال، سوسيو كيطلبلك ميديا خورنادا، ميديا خورنادا يعني امر باين واضح فهمت تاعي. يعني ميديا خورنادا يعني انت ولا انت يا اخي ولا اختي هذيك 20 ساعه في السيمانه تقدر تجيب 4 ساعات من عند هذا الخفي و 4 ساعات من عند هذا الخفي. يعني شنو هي تقصد لك؟ يعني تقدر تخدم 2 ساعات في النهار مع هذه الشركه و 2 ساعات مع هذه الشركه. يعني ممكن ومن الحق ديالك تجيب 4 5 ديال بري كونترات، كل كونترا فيها ساعه في النهار، وكل كونترا كتوفر على شروط كونتراتو انديفينيدو، وكتوفر على الشروط ديال سالاريو مينيمو ديال بروفيسيونال. يعني هذاك 2 ساعات في النهار في السيمانه 10 ساعات اللي تخدم مع ديك الشركه، ديك الساعات 10 ساعات اللي تضربو في الشهر تخرج لك من السالاريو مينيمو ديال بروفيسيونال. شنو اللي نقصد لك هنايا؟ هنايا بغيت نقصد لك بان راه ممكن تدفع الريغو سوسيو لابورال وغادي يعطيوك الوراق ديال الخدمه ديال عام، وموراها يعطيوك 4 سنين. حتى الريغو فورماسيون موراها يعطيوك 4 سنين. كيفاش كتقول الطنجاو كما كتسمع؟ انا توقعت فيا عام، ثانية اللي عندي دابا فيها عامين ديال الخدمه، وموراها ان شاء الله 4 سنين ولا 5 سنين. يعني هي نورمال 4 سنين، نورمال خصك تعطي 4 سنين مور عام ومور 4 سنين 5 سنين. ولكن انا كيبان لي تعطي 4 سنين ماشي 5 سنين، حيت باقي ما كملتي المده ديال باش نجمع 5 سنين. ولكن على حسب هاد القوانين اللي كنشوف دابا، انا خديت عام عامين خصها تعطي ليا 5 سنين، ميمكنش تعطي ليا 4 سنين، وانما تعطي لي عامين ثانية. حيت الا عطوني 4 سنين دابا خصني نمشي عاوتاني ديك 4 سنين يلاه نضرب فيها عامين وعندي الحق نطالب ترخيطة ديال 5 سنين من الحق ديالي، وهذا واجب. يعني الاخوان ديالي كما قلت لكم الريغو سوسيو فورماتيفو ما يعطيش الفرصة للناس الريغو فورماسيون. يعني الاخوان والله ما عندكم علاش تقنطوا. شوف الشهاد الريغو سوسيو، الريغو سوسيو كيطلب لك غير ميديا خورنادا لابورال، كيطلب لك غير ميديا خورنادا. يعني اغلبية يعطيك بري كونتراتو دي ميديا خورنادا. يعني شكون الشركة اللي ما كتبغيش تعطيك خورنادا كومبليتا؟ هي الشركات اللي كتمشي تقول عطيني واحد بري كونتراتو بغيت ندفع، بغيت نخدم معاك وندفع.
ما يعطيها لكش. اللي كتقول له خورنا دا كومبليتا، هو كيقول كيفاش انا عندي خدامه عند الميديا خورنا دا، وقليل الخدامه اللي عندي خورنا دا كومبليتا وهذا باغيها. ولا قلت له بغيت ميديا خورنا دا ما كتجيش قاصحه، حتى في السيغورو ما كتجيش قاصحه، حتى انت في البارو كتجيك قاصحه. احنا ما وصلناش للبارو يعني، والله اللي كنشوف انا باذن الله والله العظيم الى الريغو سوسيو لابورار غادي ينفع بزاف ديال الناس. ولا كان بصح ما فيهش لي فورمي كما كيقولوا، كما جاني في الاوراق الريغو سوسيو لابورار ميديا خورنادا، وما فيهش لي فورمي، ما كيطلبوش لي فورمي. هادشي اللي يعني مكتوب تمايا، نتمنى من الله ما نكونش غلط يعني، هادشي ما متاكدش منه هاد النقطه، ولكن راه هذيك الاوراق هبلوني، راه دوسي ديال الاوراق عندي اخوتي نكذب عليكم. يعني الاخوان ديالي هذه هي، توكل على الله، واللي عنده شي سبورسيون يمشي حايدو. ها اللي عنده شي سبورسيون سيري حايدو، حيت كما كتشوفوا دابا الوقت اللي حنا فيه دابا باقي لنا نقول 5 شهور كاع، نقولوا حنا 5 شهور 6 شهور، هو قال لك من بعد 6 شهور، يعني من بعد ما تطبق نهار 20 في نهار 20 في 11، نهار 20 في 11 حتى نهار 20 في 5 2025. يعني في هذه الحالة هذه، في هذه الحالة ولا عندك شي سبورسيون، عندك شي باسابور ميت، عندك شي ورقة ماشي هاديك، عندك شي مشكل ماشي هو هذاك، صلحو مازال مدة طويلة. راه ماشي طويلة، راه غادي يدوز، يدوز راس العام احنا في شهر 5، رمضان كنظن كاع، في رمضان كنظن، في رمضان كاع كنظن، ما عرفتش واخا جاي رمضان. شي علاش اي واحد يسمع الفيديو ديالي، راه انا كنعطيك نصيحه، راه ما كنت مسهرش فيك وما كنت سهرش ليالي باش نتمسر في عباد الله، وما كناكلوش العرق ديال عباد الله. سير الله يسهل عليك، والناس اللي باقين دوكا اليوم باش يدفعوا عندهم سويرتي بزاف في الريغو سوسيو فورماتيبو، كنقولها وكنعاود نقولها، الناس اللي غطوكا فيهم يكملوا عامين دابا عندهم واحد سويرتي واعر بزاف، وخير ان شاء الله، والله تا خير ان شاء الله، كنحبوا الخير للجميع. يعني غتولي تقرا وتخدم وتوري يعني، غير غتدفع، تخيل دابا الناس راهي سوسيو فورماتيف غير يدفعوا يجاوبوهم يقراو كورسو يشدوا الدبلومه، هذاك هما الوراق صافي، كتما راك وضحت يعني فهمتي الوراق ديالك. يعني واخا تخدم شهرين من بعد ما يموتوك الوراق ما كاينش مشكل، حيت انت عندك الحق مولاها بتريس ميسيس وقبل بدوس ميسيس. الناس درايكو فورماسيون هما اللي ما كانش عندهم هذه الفرصه هذه. يعني الحمد لله كل شيء واضح. تحياتي لكم الاخوان، احبكم في الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.